مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم ويوم جديد وحلقة جديدة من المحترف. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الطريق إلى المونديال. كنا اتكلمنا عن طبعا التصفيات المؤهلة، تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022، والنهاردة هنكمل مسيرة عن هذه التصفيات على المستوى الأوروبي وعلى المستوى الأفريقي. خلينا نتكلم قبل ما نخش في تفاصيل حلقتنا النهاردة، يمكن كان من خلال المباريات اللي فاتت وفي موضوع مهم جدا عايز أتكلم فيه مع حضراتكم. اللي حصل امبارح من الحكم، حضراتكم عارفين مباراة غانا وجنوب أفريقيا، وهذه المباراة كانت مباراة مصيرية للفرقتين. الحقيقة ما زال التحكيم الأفريقي عنده جدل كبير جدا جدا على المستوى الأفريقي وعلى المستوى التمثيل الدولي. ليه بقول كده؟ لأن طبعا في وقعتين حصلت في يمكن مباريات امبارح في تصفيات أفريقيا. المباراة الأولى يمكن ركلة الجزاء اللي احتسبت لصالح المنتخب الغاني أمام منتخب جنوب أفريقيا، ضرب الجزاء يعني من وحي الخيال. طبعا أثير الجدل كبير جدا جدا على هذه ضربة الجزاء اللي احتسبت لصالح المنتخب الغاني، وكان طبعا زي ما بقول لحضراتكم مباراة مهمة جدا. المنتخب الجنوب أفريقي لو كان كسب أو تعادل كان هيبقى هو المتأهل للدور النهائي من تصفيات أفريقيا، لكن بهذه ضربة الجزاء وبخطأ تحكيمي فادح تأهلت غانا إلى التصفيات النهائية للبطولة أو لأفريقيا للوصول لكأس العالم. اتحاد جنوب أفريقيا تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي ضد الحكم السنغالي طبعا ناداي، وقالوا ان هناك شبه التواطؤ واحتماليه للتلاعب من جانب حكم المباراه مع منتخب غانا، ويعني وقلص خلاص او انهى فرصتهم للوصول لنهائيات كاس العالم. يمكن زي ما بقول لحضراتكم دي كانت واقعه، زي ما بقول لحضراتكم خطا فادح واضح جدا جدا للعيان كلهم، ضرب الجزاء من وحي الخيال للمنتخب الغاني.